كما شهد محافظ شمال سيناء خالد مجاور تسليم حقائب مدرسية للتلاميذ من أبناء الشهداء في قرية الروضة بمركز بئر العبد والمقدمة من مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية. كذلك شهد المحافظ توزيع مواد غذائية على أسر الشهداء بقرية الروضة، مؤكدا اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في شتى القطاعات.